السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد هارون من شركة بروجة العقارية. اليوم راح نستعرض لكم شقة ثلاث غرف صالة بمساحة 175 متر مربع تقريبا. الشقة متواجدة في منطقة كاش أستو، منطقة كاش أستو اللي هي مقابل جواهر مول تقريبا. المنطقة غنية عن التعريف، معروفة بالخدمات المتوفرة فيها من سوبر ماركتات ومطاعم، وجواهر مول نفسها أيضا متواجدة هنا في المنطقة قريبة جدا، وأيضا المجمع نفسه مخدوم، يعني من خدمات متوفرة داخل المجمع. عندنا مواقف سيارات مفتوحة مغلقة، ألعاب أطفال، ومساحات خضراء، وجلسات خارجية أيضا. تعالوا مع بعض نشوف الشقة على أرض الواقع. طبعا الشقة متواجدة في البناية اللي خلفي. تعالوا مع بعض نشوف المدخل ومنها نتوجه للشقة. العقارية، جمال الدار وأمان الاستثمار. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن وصلنا الدور الثامن. طبعا الشقة زي ما ذكرنا متوفر في الدور الثامن. الآن احنا في المدخل الرئيسي، هذا هو الموزع اللي راح يوجهنا للصالة والمطبخ والغرف أيضا. نبدأ من الصالة على اليمين أول شيء، تفضلوا معنا. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله مساحة جيدة جدا للصالة، يعني واسعة. مساحة الشقة 175 متر مربع. نشوف إطلالة الصالة زي ما انتم شايفين، ما شاء الله إطلالة جميلة جدا على البحر. طبعا ما ننسى نذكر لكم الشقة مؤثرة بالكامل، معروضة بأثاثها، وبالإضافة في ديكورات إضافية يعني زي الأسقف، في حرارة، يعني لمسات جميلة داخل الشقة. نتوجه من الصالة للمطبخ. طبعا زي ما انتم شايفين المدخل مفتوح للمطبخ، المطبخ له مدخلين من الصالة ومن المدخل الرئيسي أيضا. زي ما انتم شايفين المطبخ دواليبه راكبة بالكامل، بالإضافة إلى الثلاجة والفرن والشفاط أيضا. ومنها نتوجه للبلكونة، تفضل معنا. هذا اللي يميز الشقة بالدرجة الأولى، ما شاء الله بلكونة واسعة جدا، يعني تقريبا مترين في 9 متر طويلة. هذه راح تكون مشتركة بين المطبخ والغرفة الأولى والغرفة الثانية. نشوف إطلالتها، إطلالة جميلة جدا على البحر. ونكمل باقي تفاصيل الشقة، نرجع من هنا من المطبخ. طبعا الشقة ثلاث غرف صالة، مساحتها 175 متر مربع زي ما ذكرنا. الآن نتوجه من هنا على الغرف، تفضل معنا. هنا عندنا الغرفة الأولى، الغرفة الأولى لها مخرج أيضا للبلكونة زي ما شايفين، بالإضافة في سرة ودولاب أيضا. بعدها عندنا دورة مياه أولى على اليسار، الله يكرمكم. جنب دورة مياه الأولى عندنا دورة مياه رئيسية، البانيو الرئيسي، يعني حتى مستوى التشطيب في الشقة عامة جودة عالية، المواد المستخدمة ممتازة. يعني مقابل دورة مياه الثانية عندنا الغرفة الثانية زي ما شايفين، حتى هذه لها مخرج البلكونة. طبعا الشقة مكيفة بالكامل، عندنا مكيف في الصالة والثلاث غرف أيضا كلها مكيفة. نكمل آخر شيء لغرفة النوم الرئيسية، الماستر روم، تفضل معنا. عندنا أول شيء على اليمين دورة مياه خاصة فيها، ما شاء الله مساحة جيدة جدا لغرفة النوم الرئيسية، يعني واسعة وشرحة أيضا. في نقطة مميزة داخل الشقة اللي هي جميع الغرف والصالة والمطبخ كلها مطلة على البحر، يعني ما مو عكس الشقق الثانية تكون في الخلف. شوف الإطلالة مع بعض، إطلالة جميلة جدا على البحر.
في نهاية الفيديو أتمنى المحتوى يكون عجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك، وجميع التفاصيل والأسعار المذكورة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.